ما ادري ايش ده البرد. لا 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 باش نخليهم حتى يشوفوا كرة وكون زيدوا عاد كنمشيو نو بريس عليهم تما. نهار كبير هذا واخا معطل. سمعتيه؟ اسمع انت لعبت في الكرة؟ انت لعبت في ديرونتيرا؟ كتجي سال الميديا علاش عمشي بها من الميديا تال لاريا؟ عطيها هي. ما طلعش عندك طيفا سهل راسك انت اسمعني كتخرج لعبة سهل طيفا انا اللي كتبقى قريبه لك نعطيها ايش راك طيفا طيفا لا كنت اليوم بانكيو حقا فني كتكون شي مباراه صعيبه كيدخلني رسميه واليوم كان المستوى ديالك جيد زعما صراحه شهاده الجامع شكرا انتصرتوا على الرجاء كي جاك انتصار انا في الحقيقه جاني عادي عادي حيت فرقة الرجاء شوية باقا ناقصة وباقي خص يلا يلا بداو هاد الموسم هذا يلا عاد بداو وعاد هاد النتيجة هادي يمكن في الاخر تزيد تقدمهم ويزيدوا ان شاء الله نتيجة عريضة كنقولوا ياك وكي حسيتي براسك في المستوى ديالك في المباراة كان مزيان حسيت براسي مزيان سجلتي شي هدف من ديك القفة هاد الاهداف لا والو ما سجلتيش ولعبتي المباراة كاملة لعبت الشوط الثاني كامل لعبتي الشوط الثاني كامل وحسيتي براسك في المباراة؟ حسيت راسي شنو تقولي للمدربة والسي حسن؟ كنشكرهم شكرا بزاف حيت هما اللي كيساعدونا بزاف باش نتقدموا عندك تدخل فيا هنا الله يهديك لا حشومة مبروك انتصار الله يبارك فيك انتصار كان كبير شكرا واش كينم على انكم استعديتوا مزيان لهذا المباراة؟ وحنا في الحقيقه استعدينا ليها وكنا ديما كنجيو لونطريمون يعني ما كان ديما لونطريمون وكنحاولوا ان هذا العام يكون تكون البطوله ديالنا ونحاولوا ما ان كان البنات تبارك الله عليهم راهم داروا مجهود كبير وكنتمنى من الله يكون خير المباريات الجايه ان شاء الله واش ما ناقصكم حتى شي عنصر من العام اللي فات لا الحمد لله هذا العام كنظن يكون مزيان لان اللعابات مزيانين وموجدين اي حاجه واخا اللعابات كاينين في يعني المدينه كيقراو داك الشيء واخا كيجيو كي يعني كيديروا ما في جهدهم ولكن الحمد لله كي كانت استعدادات كانت مبكره ولا
لا كانت مبكره يعني كنا كنترينيو حنا ديما. بمعنى كاين شي حاجه هذا العام ان شاء الله؟ لا ان شاء الله غيكون، ان شاء الله غيكون، لان زادوا لنا شويه لونطريمان وداك الشيء مزيان الحمد لله. واش استفدتوا من هذه المباراه الدراجه؟ استفدنا من بزاف منها، لان كانوا عندنا شويه الاخطاء والحمد لله، يعني هذه الاخطاء كنتمنى من الله ما غاديش يكونوا مره اخرى ان شاء الله مع الفرق الاخرين. المقابله الجايه غتكون ان شاء الله ضد وداد طنجه ان شاء الله. وداد طنجه بلا شك غيكون بحال الفريق الذكوري عنده ما يقول ان شاء الله. واش كترقبي النتيجه؟ الا درنا الا لعبنا ويعني ما كايناش، كنظن البنات غادي يكونوا موجدينها، يعني ما كايناش شك، يعني كنتمنى من الله يكون الخير ان شاء الله. وشكرا، وانت كنعرفك لاعبه رسميه. شكرا رسميه بزاف. شكرا، والفريق ما يقدرش يستغنى عليك. نطلبوا الله سبحانه وتعالى التيسير لك ولجميع الفريق ان شاء الله. شكرا هنا. شكرا مريم، مبروك اتصال. الله يبارك فيك السي احمد. هذه الدوره الاولى ياك؟ الدوره الاولى فوزنا فيها بفورفي، ما وجدولهمش الوراق. اذا كتبقى مقابله شكليه. مقابله شكليه. وكيف شفتي انت المباراه؟ كانت سهله كانت صعيبه؟ المقابله كانت سهله بحكم ان كمل. بحكم ان الفريق الخصم كان ما عندوش تجربه، وما كان نضحكوش عليه، بالعكس عنده طموح. عنده طموح كبير، وعنده شي بنات اللي يصلحوا يكونوا في البطوله، يصلحوا يكونوا ممتازين، وكندعي لهم بالتوفيق ان شاء الله من دابا لقدام، وكنقول لهم غير زيدوا تدربوا ان شاء الله يكون خير. واش هذه النتيجه الكبيره اللي انتصرتوا بها على الرجاء، واش كتعني انكم وجدتوا مزيان هذا العام؟ ان شاء الله كان حنايا موجدين وكنوجدوا، حيت كاينه شي فرق صعيبه بزاف بحال بوغاز طنجه. بوغاز طنجه وداد طنجه وما نستاهلوش بهم، وان شاء الله يكون خير. وكنقولوا للاستاذ حسن والاستاذ نزيها وبو مصطفى شكرا شكرا، حيت هما اللي وقفوا معنا ووصلونا لهذا الموصل هذه، وكنقولوا لهم شكرا بزاف، وكنشكر حتى اللاعبات ديالنا اللي قاموا بالجهد ديالهم، وكنقولوا للناس العري ان شاء الله من هنا لقدام يكون نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله. اخر سؤال، دابا الموسم الثاني كتشاركوا في البطوله، الموسم الثاني واش هذا الموسم غيكون افضل من الموسم الماضي؟ ان شاء الله يكون موسم افضل بكثير، وكنطلب من اللاعبات يلتزموا بالتدريب ديالهم. ما ناقصكمش شي لاعيبه ولا اثنين ولا باقي نفس التشكيله؟ باقي نفس التشكيله الحمد لله. إيوا الله ما يسير. شكرا شكرا شكرا. ولكن دائما ان شاء الله حنا عارفين شنو، بما ان الروح الرياضيه يعني دائما كاين متواجده، وانا عنصر رياضي بامتياز معكم، انا معكم ان شاء الله. ولو تخصصي بعيد كل بعيد عليكم، انا كندير ولكن بطلة المغرب، انا كندير تخصص جيد، ولكن انتم الحمد لله هذا شرف لي العرائش ان يكون عندنا فريقين رائعين الحمد لله. وانا اليوم كنزيد انني يعني كنفتخر انكم تلقاو بعضياتكم وغتعرفوا انتم العرائش، رجاء العرائش تعطيو واحد اول مره يعني كنديروا فيها واحد ماتش يعني تنافسي، اكيد ان شاء الله ما كتهمش النتائج، كتهم المشاركه وكتهم الاستمراريه. اكيد ان شاء الله غنتلاقاو مع السيد الكوفا في السوق على برامج رائعه، وانا كنهناكم وجيت عندكم مخا ما معروضاش. لا لا مخا ما معروضاش، ولكن الاستاذه رائعيه عندها رئاسه شرفيه ديالها معنا في هذا النادي النسوي، بعد اللي حطيتوا به الصوره والترحاب ديال عامل صاحب الجلاله في المهرجان لتوضيح المراه، فالمسانده الاولى لهذه المبادره هي الاستاذه اللي دائما عتلقاو الشرف.